وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حلق اللحية وترك بعضها إذا كان لأجل الخوف من أحد؟ ما حكم إيش؟ حلق اللحية أو ترك وترك بعضها لأجل الخوف من أحد. لا يجوز، على معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أمر بتوفير اللحى وإرقائها وإرسالها وإكرامها وإعفائها، فلا يجوز أن نخاف من الناس أو نجامل الناس ونعصي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.